لهذا الجدل حول موضوع اللقاحات ينضم إلي من عمان مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية دكتور عادل بلبيسي. دكتور عادل أهلا بك معنا. هذا الجدل ما هو سببه؟ لماذا هذا التخوف من استخدام لقاحات لم يجرى عليها التجارب الثالثة؟ مساء الخير. أولا احنا بنعرف انه اللقاحات تمر في مراحل عديدة. المرحلة الاولى التي يمر بها هي مرحلة المختبر لاختيار هذا النوع من اللقاح، ثم يتم التجربة على الحيوانات، ومن ثم تبدأ الدراسات السريرية او التجارب السريرية. حتى التجارب السريرية في عنا تمر بثلاثة مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة الامان لهذا اللقاح، يجرب على فئة قليلة جدا، قد لا تتجاوز 20 إلى 50 شخص، حتى نضمن أنه هذا اللقاح، نضمن سلامة هذا اللقاح. المرحلة الثانية تبدأ بعد ما نضمن هذا سلامة اللقاح، وأن اللقاح أنتج أجسام مضادة. تبدأ المرحلة الثانية على عينة أكبر من العينة الأولى، قد تتجاوز المئات، من 200 إلى 300 شخص. ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي الثالثة، وهي المرحلة المهمة. نعم. التي قد تأخذ فترات طويلة، ممكن أن تأخذ 6 شهور، وممكن أن تأخذ سنوات، سنتين إلى 3 سنوات ممكن أن تأخذ من هذه المرحلة. استخدام هذه اللقاحات، إن كان الصين يعني قالت بأنه نعم. ستستخدمه على الطاقم الطبي وعلى الطاقم أيضا الأمني، هناك أيضا شركة موديرنا تقول بأنه من الممكن أن يبدأوا باستخدام صحيح. هذا اللقاح. الروس أيضا يعني نعم. ما هي المخاطر؟ هلأ أولا يعني أكمل أنه زي ما قلنا المرحلة الثالثة قد تأخذ فترة طويلة، والعالم لا يريد أن ينتظر هذه الفترة الطويلة. فكثير من اللقاحات يعني الآن في بالعالم أكثر من 175 لقاح مرشح لأن يكون ضد هذا المرض، لكن منها يمكن 33 دخلت مرحلة التجارب السريرية، ومنها فقط يمكن 8 لقاحات دخلت المرحلة الثالثة. هلأ كل دولة لها سيادة، وكل دولة لها الحق في اختيار المنتجات الأنسب لسكانها. يعني لا يستطيع أي شخص أن يقول لأي دولة أنه لا تنتجي هذا اللقاح أو لا تنتجها إذا كان هذا اللقاح فائدته أكثر من ضرره على المجتمع. هذا أولا. لكن بالرغم من ذلك كل هذه اللقاحات يجب أنها تسترشد بمعايير العلم والأخلاق. يعني لا يجوز أن يوزع لقاح أو ينتج ويوزع لقاح بدون أن يمر على الأقل في المرحلة الثالثة من التجارب حتى نضمن سلامته وفعاليته. طب دكتور، حتى هذه الدول نعم معها حق في إنتاج هذه اللقاحات، وهي دولة ذات سيادة، لكن حتى بعد الإنتاج وبعد التلقيح بعد إعطاء هذه المطاعيم يجب أن يكون في هناك متابعة للأعراض الجانبية التي قد تنتج نتيجة هذا اللقاح. دكتور بلبيسي، من هنا يمكن في هناك سباق. قبل أن ينتهي وقتي أريد نعم. أن أعلق على هذه النقطة نعم. جدا مهمة. نعم. البعض الآن نعم. بدأ يشكك أيضا بوجود كورونا، البعض يرفض الإجراءات الوقائية، يعني هناك مظاهرات ضد لبس الكمامات أو الإجراءات الوقائية. خطورة هذا الموضوع للأسف يعني هذا موجود يمكن في كثير من دول العالم. بدأت الناس تشكك في حتى وجود المرض أو وجود هذا الفيروس. المرض موجود، الفيروس موجود، 26 مليون شخص في العالم أصيبوا، حوالي 1,900,000 وفاة في العالم. المرض موجود، لكن الناس تريد تخفيف الإجراءات المتخذة ضد هذا. يعني لا يريدوا الإغلاق، يريدوا بعض الحريات، يريدوا، وهذا أعتقد ما تتجه إليه معظم الدول حاليا، أن يكون في هناك انفتاح أكثر، أن يكون في هناك سفر، وفي هناك شكراً. دوران للعجلة الاقتصادية. أشكرك جزيل الشكر دكتور عادل بلبيسي مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية على المشاركة معنا على العربية.